نعم، رد الفعل الإسرائيلي كان سريعا من السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة جلعاد أردن، الذي قال بأنه لا مكان لتطبيق هذا القرار على الأرض. بعد ذلك وزارة الخارجية الإسرائيلية أصدرت بيان أكدت فيه بأن لا هدنة إسرائيلية ولا هدنة إنسانية في ظل وجود أسرى إسرائيليين في داخل قطاع غزة ومحتجزين لدى حركة حماس، ما يعني أن هناك تأكيد إسرائيلي بعدم تطبيق قرار مجلس الأمن الذي يفضي إلى وجود هدنة إنسانية في قطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 40 يوما. وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت في بيانها أيضا بأنها تطالب بالإسراع بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، وأيضا إدانة حركة حماس وخلق واقع أمني مختلف في قطاع غزة. هذا الواقع الأمني بدأت تتضح النقاط الرئيسية ربما له في ظل الحديث عن إمكانية جعل منطقة عازلة أو عمل منطقة عازلة أمنية ما بين قطاع غزة وداخل الخط الأخضر، تحديدا في المناطق الشمالية التي حاولت إسرائيل في الفترة الماضية تهجير السكان الفلسطينيين من تلك المناطق نحو الجنوب، وأيضا التدمير الواسع للمباني وللأحياء وللمدن الفلسطينية في شمالي قطاع غزة. والهدنة الإنسانية حتى اللحظة كما قلت إسرائيل ترفض الالتزام بها، وهناك ربط ما بين أي هدنة مرتقبة هدنة إنسانية وما بين الإفراج عن أسرى ومحتجزين إسرائيليين من قطاع غزة. بمعنى آخر أن إسرائيل لن تطبق هذا القرار، وفقط في حال تم التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى، ونتحدث هنا عن صفقة جزئية ليست كل الأسرى الإسرائيليين مقابل كل الأسرى الفلسطينيين، ولكن صفقة جزئية دون أي صفقة للتبادل الأسرى، لن يكون هناك أي هدنة أو وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة وفقا